صعد الأنصار إلى دور الأمير محمد بن سلمان مثقلا بالديون والهموم الإدارية. فرسان هذا الصعود يصرخون ألم الحقوق التي لم تعد مسكنات الوعود تجدي نفعا معها. وعدنا مكافأة صعود، وعدنا مبلغ، وعدنا بحقوقنا كمان، وما شفنا شيء صراحة، يعني كلها وعود فقط. من دحين أنا ما شفتهم بعد الوعد هذاك. حضر كل الفريق وغاب الرئيس من الجولة الرابعة عن النادي. احنا عانينا الفترة اللي راحت بغياب الرئيس بصراحة، يعني الرئيس كان غايب من الجولة تقريبا الرابعة إلى الجولة 17 وهو غير موجود. وغياب رئيس النادي كان علينا مؤثر جدا الصراحة، غياب لفترة طويلة تقريبا أربع شهور ونص كان مؤثر. يعني وضعنا يعني صعب جدا جدا، الظروف مرينا فيها يعني بغياب رئيس نادي باستقالات أعضاء مجلس إدارة، عدم وجود الرئيس، وعدم حتى ماني عارف أطلب يعني مستحقاتي من عند أي مين أروح لي، هذا يقول ما الفلوس. وعدوا بعد المباراة الأخيرة لهم بمكافأة 20,000 ريال دون الوفاء بذلك. وعدنا رئيس النادي بمكافأة صعود وللأسف يعني ما شفنا منها أي شيء إلى الآن. كان الوعد كم كان المبلغ؟ كان الوعد 20,000 لكل لاعب. كان المبلغ 20,000 والله، والعشرين لكل لاعب. كل لاعب ما جاءت لحد الآن. ما شفنا رواتبنا، ما أخذناها، حناخذ مكافآتنا. وعدونا كذلك مكافأة صعود في مباراة مهمة، ويعني بعد المباراة وعدنا وتأخذون 20,000 من يوم ما تحقق الصعود، للأسف ما استلمنا ولا ريال من يوم ما صعدنا إلى اليوم. اشتكوا حال الفريق. وضع النادي لا يسر لا حبيب ولا غريب، وضع صعب صعب، وقدامنا موسم قادم جدا صعب. فمتأخرات هذه سببت الأمور يعني محرجة بالنسبة لي على المستوى الشخصي. خدم النادي 23 عاما والآن يقيم فيه بصفة مخالفة. تخدمت في النادي من سنوات طويلة. كم سنة ما شاء الله؟ 23 سنة. رقامة منتهية صح؟ ما انت قاعد 6 شهور ولا أقدر أطلع من النادي ولا أقدر أتحرك. 17 شهرا أفضل توقيت لهم لاستلام رواتبهم. وبعدين رواتب ما في، كل العمال الموجودين في النادي أقل واحد 17-18 شهر ما أخذ رواتب. استبسل مع الفريق حتى الصعود، وكانت المكافأة طلب إخلاء سكنه دون توفير بديل. لا، طلبوا مني من إخلاء السكن بعدم انتهاء الدوري وبعد ما صعدنا الحمد لله، فطلبوا مني أنه أبو ياسر يقول لي أنه أخلي السكن. أنا عايش في النادي من البداية. بعد ما طردوك فين ساكن؟ والله بشوف عند أخوي دحين، ف عند الشباب إن شاء الله ما يقصروا معايا. الوعود، وما أدراك ما تلك الوعود والتي لم تنفذ ولم تعد تجدي نفعا. يعني رواتب، مكافآت، وعود كثيرة وعدنا فيها، ولكن للأسف ما أنا شايفين شيء. وعود وعود وعود، أنتوا فوزوا المباراة هذه وتأخذوا حقكم، أنتوا فوزوا المباراة هذه وتأخذوا حقكم. يجينا بعد اليوم الثاني يقول لنا والله العظيم الرئيس اتصل ويعتذر عن حضور ويعتذر عن المكافآت، وأنا غلطت وأنا معليش. الفوضى وصلت إلى إجراءات محاسبية غير نظامية. ومحاسب يجي ما نعرفه من النادي ومن برا النادي، ما نعرف ايش وضعه، بيوقعنا على ايصالات ما احنا عارفين ايش اسمه المحاسب. اتوقع اسمه مجاهد، ما احنا عارفين. وايصالات بنوقعها ما احنا عارفين ايش هي. لا امين صندوق بوقع عليها ولا ختم النادي. ايصالات نحن نوقع عليها، ما في لا ختم، لا ختم النادي ولا ختم سيارات. من هنا ما هم سيارات، احنا نوقع ما هم مدينا سيارات، ما هم مدينا ولا شيء، ما احنا عارفين راسنا من رجلنا. اصبح اسير كشوفات الانصار رغم رحيله بعيدا عنهم. يعني انا لاعب هاوي وعندي وظيفه، فاحتاج اني العب في نادي ثاني، احتاج التنسيق من النادي حقي عشان اقدر العب في نادي ثاني. للاسف رد علي رد انه لازم تجيب لنا اعاره او تجيب لنا النادي، يعني كلمنا في الموضوع هذا. وقلت له انا الان يعني ما عندي نوادي، الان ما حد قدم لك عرض، بس انا احتاج التنسيق لانه دوامي وظيفتي انتقلت هناك. للاسف قال لي يا كابتن دبر حالك. اخر امالهم تدخل رئيس هيئه الرياضه السعوديه. واحنا نتمنى من الله يعني ثم من معاليه انه يعني يلتفت لنادي الانصار ويشوف معانات يعني ابنائه واخوانه اللعيبه. والله بيلتفت لنا، من هذا اللي طالب يتمنى يلتفت لنا ويلتفت لشكوانا. معالي المستشار ان شاء الله الله يحفظه ويعطيه الصحه والعافيه، ينظر في امرنا احنا اللعيبه. نطالب معالي المستشار النظر في حالنا. والله احنا نطالب سعاده المستشار
يجي يقف معانا ويشوف مشكلتنا. بس لو الناس عايشة ظروف سيئة جدا بالمناسبة.